أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. كثير من المسيحيين في هذه الأيام بيحتفلوا في عيد مميز يسمى عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس. هو من الأعياد الرسمية الرئيسية سواء كانت في العهد القديم أو في العهد الجديد. طبعا احنا كمسيحيين في اعياد رئيسية اللي بنحتفل فيها مثل عيد الميلاد، عيد رأس السنة، عيد الكبير اللي هو عيد الفصح وقيامة يسوع المسيح، وايضا في هذه الايام بنحتفل في عيد العنصرة، عيد طبعا حلول الروح القدس على التلاميذ والكنيسة الاولى. السؤال دايما اللي يطرح، ما هو يوم الخمسين؟ وما هو هذا التعبير اللي دايما يستخدم بين المؤمنين؟ ويمكن كتير مرات غير المؤمنين أو غير المسيحيين، خلينا أقول، ما عندهم أي كلو أو أي فكرة عن هذا الموضوع. كلمة يوم الخمسين هي مأخوذة من الكتاب المقدس ومذكورة في عهدي، في العهد القديم وفي العهد الجديد. هو احتفال، هو عيد كان في العهد القديم، له مسميات عديدة. يسمى عيد الأسابيع، اليهود ما زالوا حتى يومنا هذا في إسرائيل بيحتفلوا هذا العيد، بسموه حاج شفعوت، يعني أسابيع، عيد الأسابيع، أي بعدوا الأسابيع من الفصح إلى يوم الخمسين، أي 50 يوم بعد الفصح. ثم هذا العيد هو عيد الحصاد، يقدمون باكورات غلاتهم. الغلات طبعا في هاي الفترة، يعني في شهر أيار مايو، تقدم الحبوب، وخلال هذا العيد يقدمون الخبز ويقدمون الذبائح المتعددة والمتنوعة في هذا العيد، في عيد الأسابيع. ثم يسمى عيد العطاء، لأنه في نهاية حصاد القمح بيكون في راحة، في بهجة، بيكون في معايدة، بيقدموا بعضهم لبعض هذا العطاء، وبيتركوا على طرف الأرض يعني دائرة اللي تكون للفقراء والمعوزين والمحتاجين يلتقطوا الحبوب اللي بقيت، وفي نفس الوقت يقدمون عطايا من باكورات الحصاد بحسب شريعة موسى. ثم هذا العيد بذكرنا في عيد إعطاء الناموس، الشريعة، لشعب إسرائيل على جبل سيناء. وطبعا يعني هذا العيد، لأنه موسى كان موجود على جبل الله، جبل حوريب، وهناك استلم الشريعة، الوصايا العشر، وأيضا شرائع أخرى كثيرة، ومنها أيضا استلم كيفية بناء خيمة الاجتماع، مكان محضر الله وسط الشعب. فطبعا يوم الخمسين وهذا الاحتفال بنتيكوست بذكرهم كمان أنه لما الله أعطى الشريعة لموسى على جبل سيناء. مثل ما ذكرت، هذا اليوم العيد يعني مثل ما الله وعد في يوئيل 2، لما بيكون في رجوع، لما بيكون في توبة، انه الله بيجيب المطر المبكر حتى الحصاد والغل تكون كثيرة، والمطر المتأخر حتى فعلا كل شيء يكون فريش طازة، فتملأ البيادر الحنطة. يوم الخمسين هو بكل بساطة 50 يوم بعد الفصح. بالنسبة للكنيسة الأولى هو عيد حلول الروح القدس. إذا بتتذكروا، يسوع المسيح مات على الصليب، ويقول الكتاب عن المسيح أنه فصحنا. ظهر للتلاميذ مدة 40 يوما وأراهم نفسه ببراهين حية، ثم صعد إلى السماء من جبل الزيتون، وقبلا كان طلب منهم أن يمكثوا في أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. بعد صعود المسيح 10 أيام اللي هو في يوم 50
مثل ما مكتوب في سفر أعمال الرسل إصحاح 2، حل الروح القدس على الكنيسة، ومكتوب وامتلأ الجميع من الروح القدس. فإذا بالنسبة للكنيسة هو عيد حلول الروح القدس. الله الآب اختارنا، الله الابن يسوع المسيح أنجز الفداء وعمل الكفارة الكامل، والروح القدس ختم هذا الفداء بحلوله طبعا، وهنا حلول قوي جدا، انسكب الروح القدس على الكنيسة الأولى. حلول الروح القدس هو عيد بداية الكنيسة، جسد المسيح، هو يعتبر بداية عصر الكنيسة في هذه الأيام. ومكتوب أنه في حلول الروح القدس كان في نار وكان في ريح، وظهرت ألسنة من نار واستقرت على طبعا على المؤمنين، وكان في ريح عاصفة وقوية جدا. وهذا بذكرنا طبعا في العهد القديم لما الله تكلم مع موسى على جبل سيناء، الله اتعامل من خلال حضوره بنار قوية، والنار ترمز إلى حضور الله. موسى الله كلم موسى من العليقة المشتعلة نار في خروج الإصحاح الثالث. في ملوك الأول إصحاح 18 نزلت نار الرب والتهمت الذبيحة في أيام إيليا. وهكذا الله كان يعلن عن حضوره في عمود من نار لشعب إسرائيل، وعندما دشنوا خيمة الاجتماع نزل بنار، وهكذا عندما دشنوا الهيكل نفس الشيء. فمعروف بالنسبة للشعب العهد القديم إنه النار ترمز إلى حضور الله. ففي العهد الجديد ألسنة من نار وريح عاصفة وقوية استقرت على التلاميذ. النار مش بس بترمز لحضور الله، بترمز لرهبة الله، لقداسة الله، وأيضا طهارة الله. والنار ترمز أيضا إلى المسيح، مكتوب عنه وعيناه كلهيب نار في رؤيا الإصحاح الأول وفي رؤيا إصحاح 19. فإذا النار بترمز لحضور الله وسط شعبه. المسيح مثل ما كانوا بقدموا الباكورة، باكورات غلاتهم، فالمسيح هو الباكورة الأولى من خلال قيامته، ونحن كجسد المسيح أصبحنا الباكورة في يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على التلاميذ. في خروج 19 الله أعطى الشريعة الناموس لموسى، وكان يعتبر بالنسبة لإسرائيل هو الولادة الروحية لشعب كامل، شعب إسرائيل ولادة روحية. أما يوم الخمسين فهو أيضا ولادة روحية لجسد المسيح، كل من يؤمن بيسوع المسيح. 50 يوم بعد خروجهم من أرض مصر، إذا بتتذكروا خروج 12 وقدموا الخروف، خروف الفصح، وبعد 50 يوم كان يعني نزول الشريعة. ونفس الشيء بعد 50 يوم من موت المسيح، الرب أرسل الروح القدس وحل علينا. المسيح هو فصحنا، لكن أرسل الروح القدس حتى يعضد الكنيسة. على جبل سيناء كان في نار ورعود، وكان الأمر مخيف، كان ريح يعني شديدة وبرق شديد لدرجة إنه الناس خافت وارتعبت. عندما حل الروح القدس في يوم 50 كان في ريح عاصفة، كان في نار ألسنة استقرت على رؤوس المؤمنين. وهون الألسنة النار غير الألسنة النطق المعجزي اللي أعطاه بنفس الإصحاح في آية 4، إنه كل واحد سمع الرسل بيتكلموا بلغتهم الأصلية. عندما أعطى الشريعة وموسى نزل من الجبل كسر الشريعة، لأنه كانوا بيعبدوا وثن، كانوا بيعبدوا العجل الذهبي،
وفي هذا اليوم مات 3000 شخص. لكن عندما حل الروح القدس على التلاميذ في نفس اليوم 3000 شخص أخذوا حياة أبدية من خلال إيمانهم في يسوع المسيح. فحبيت بس أعطي الخلفية عشان خلال كل هذا الأسبوع رح نتكلم عن الروح القدس. إن يوم 50 هو عيد الأسابيع والباكورات والغلات وإعطاء الشريعة في العهد القديم، هو حلول الروح القدس وعصر الكنيسة وبداية الكنيسة في العهد الجديد. بصلي إنه هذا موضوع مش يكون موضوع سطحي بالنسبة إليك. الروح القدس هو شخص حقيقي، تطلب أن تمتلئ بقوة حضور الله تتغير حياتك تغييرا جذريا. بحب أسمع تعليقك، إذا عندك أي سؤال أو أي استفهام من فضلك اكتب لنا وشارك هذا التأمل مع آخرين. الرب يباركك.